أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر عن ترحيبه بزيارة دولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة إلى مملكة البحرين، مشيدا سموه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل في مطار البحرين اليوم دولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة تستغرق يومين تلبية لدعوة من سموه، حيث يجري خلالها محادثات تتناول سبل تطوير العلاقات القائمة بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية الزيارة في توطيد التعاون الثنائي المتميز بين البلدين وفتح آفاق جديدة تخدم المصالح المشتركة. نوه سموه إلى عمق ومتانة روابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، مشيدا سموه بما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر بفضل اهتمام قيادتي البلدين الصديقين ومساعيهما المشتركة للارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدما بما يلبي تطلعات ومصالح الشعبين الصديقين. من جانبه أعرب دولة رئيس وزراء جمهورية الهند عن سعادته بزيارة مملكة البحرين تلبية لدعوة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، معبرا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، تجسيدا لما يربط بين البلدين والشعبين الصديقين من صداقات تاريخية وطيدة ومتميزة. أكد أن جمهورية الهند ومملكة البحرين يربطهما علاقات تاريخية ممتدة من الصداقة والتعاون البناء في مختلف المجالات، معربا عن تطلعه إلى تعزيز ودفع هذه العلاقات الوثيقة إلى الأمام بما يلبي تطلعات البلدين. بعدها توجه موكب صاحب الملكي رئيس الوزراء ومعالي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة إلى قصر القضيبية، حيث عقدت جلسة مباحثات رسمية. وقد تشكلت بعثة الشرف لضيف البلاد برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.